بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم أبناء الطلاب داخل منصة مدارس العبير الأهلية للمرحلة العليا والصف الرابع الابتدائي ومادة الرياضيات، مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات سويا مع نواتج الضرب. تقدير نواتج الضرب. هدف درس اليوم أو فكرة درس اليوم إن أنا بقدر نواتج الضرب باستعمال التقريب. تقدير نواتج الضرب باستعمال التقريب. سبق شباب درسنا التقريب قبل سابق، تمام، في الفصل الماضي تعلمناه، وتعلمنا كيفية التقريب لأقرب 10 والتقريب لأقرب 100 والتقريب لأقرب 1000. أخذنا كل أنواع التقريب. إحنا اليوم هنستعمل التقريب عشان نوجد نواتج الضرب. طيب معنا فقرة استعد. عندي سؤال بيقول: إذا كان القط ينام 12 ساعة يوميا، فكم ساعة تقريبا ينام في 3 أسابيع؟ طيب لو احنا لاحظنا حاجة يا شباب، إن السؤال اللي قدامك هنا مكتوب إيه كلمة إيه هنا؟ مكتوب كلمة تقريبا، مكتوب هنا إيه؟ كلمة تقريبا. وطبعا هنا ما دام ذكر كلمة تقريبا يبقى أنا لازم أستعمل عملية التقريب. يعني ما ينفع أجيب الإجابة الدقيقة إن أنا أضرب الضرب مباشرة، يجب استعمال عملية التقريب. طيب لو احنا قلنا كلمة تقريبا دي أول ما تيجي في السؤال بستعمل التقريب، يبقى إذا العدد الأول هبدأ تقريبه اللي هو في اليوم 12 ساعة. طب هو بيقول لي في 3 أسابيع يا شباب، بيقول لي في 3 أسابيع. طب نحسبها مع بعضينا كده. احنا زي ما قلنا إن كلمة تقريبا إنه يعني يمكن إيجاد الإجابة بالتقدير باستعمال مهارات مختلفة، مثل مين؟ مثل التقريب اللي احنا درسناه قبل. طيب معطيات المسألة اللي عندي بيقول لي إن القط عندي عايز في 3 أسابيع. 3 أسابيع يعني كام يوم يا شباب؟ 3 أسابيع، واحنا قلنا الأسبوع فيه 7 أيام، تمام؟ يبقى 3 أسابيع لو جينا حسبناهم كده هيطلع معانا كام؟ 21 يوم. يبقى إذا السؤال عندي أو ناتج عندي هيكون كالآتي: إن أنا هضرب 21 في كام؟ في 12. 21 ضرب كام؟ ضرب 12. طيب تعال نقرب العدد الأولاني. طبعا احنا بنقف على أكبر منزلة اللي هي الاتنين، دي أكبر منزلة عندي اللي هي الاتنين اللي أنا واقف عليها دي، تمام، وأشوف العدد اللي قدامها، اللي قدامها كام واحد؟ يا ترى الواحد يضيف ولا ما يضيف؟ زي ما درسنا قبل سابق إن الواحد ما يضيف شيء، إذا الاتنين تبقى كما هي ويتحول الواحد إلى كام؟ إلى صفر. طب لو رحنا العدد التاني اللي هو الاتناش ده وحبينا نقربها، بنقف على أكبر منزلة اللي هي الواحد، خانة العشرات. طيب الواحد قبله كام؟ الواحد قبله العدد اثنين، واثنين ما يضيف شيء برضو على الواحد، تبقى كام عندي؟ 10. لو ضربنا 20 في 10 زي ما احنا درسنا ضرب مضاعفات العشرة والمية والالف، عندي هنا طبعا يا شباب صفر وصفر تاني بينزل عندي صفرين، وبضرب 2 ضرب 1 يعطيني 2 تقريبا. اذا ينام القط تقريبا كام؟ 200 ساعة في 3 أسابيع. كده احنا استعملنا التقريب في ايجاد الناتج. طيب نروح عند سؤال ثاني كده. السؤال بيقول: يجري عاصم 35 دقيقة يوميا، فكم دقيقة يجري في سنة كاملة؟ علما بأن عدد أيام السنة الهجرية كام؟ 354 يوما تقريبا. ليه قلت تقريبا؟ لأن ممكن عدد السنة يتغير، طبعا بيزيد معنا أو بيقل أو يزيد على حسب السنة اللي احنا فيها. طيب إذا أنا كلمة تقريبا اللي ذكرت في السؤال ده يبقى لازم أقرب. طيب يبقى انا هضرب كام الحين يا شباب؟ هضرب 35، هضرب 35 في 354. طب تعال نشوف كده مع بعضينا، ادي العددين عندي اهم، 354 هضربها في كام؟ في 35. طيب العدد الاول هنقربه زي ما احنا قلنا، بنقرب لاكبر منزله. اكبر منزله اللي هي مين؟ الثلاثه اللي هي المئات. طب الثلاثه قبلها كام؟ الثلاثه قبلها 5. هل الخمسه بتضيف؟ نعم بتضيف، برافو عليكم. تصير كام الثلاثه؟ تصير 4، والباقي يتحول أصفار. إذا أصبح الناتج هذا كام؟ 400. طب تعال نروح للسؤال الثاني، 35 أو العدد الثاني، هنقرب مين الحين إحنا؟ الثلاثة. الثلاثة دي قدامها كام؟ قدامها 5. الخمسة هتضيف ولا ما تضيف؟ تمام هتضيف. هتصير كام الثلاثة؟ هتصير 4، ويتحول الخمسة 0. إذا صار عندي الناتج هو كان عندي هنا 400 ضرب 40. طبعا الثلاث اصفار دي 1 2 3، بنزل اصفار زي ما احنا متعودين، ونضرب 4 ضرب 4 يديني كام؟ يديني 16. اذا نقدر نقول ان عاصم بيجري 16000 تقريبا دقيقة، اسف، تقريبا في 354 يوم.
دي درس اليوم يا شباب، هو عملنا تقدير نواتج الضرب. طيب تعالوا مع بعض كده، بيقول لي تذكر ان طبعا يمكن كتابة مسائل الضرب افقية او عمودية على حسب ما تشوف. لو هتريحك الطريقة العمودية اكتبهم بالطريقة العمودية. تعالوا نشوف مع بعض مجموعة من الأسئلة في تأكد من كتابة الطالب. طيب معانا السؤال الأول، بيقول اضرب 34 في 12. بس نرجع للسؤال يا شباب، السؤال بيقول لي هنا ايه؟ قدر. خد بالك في فرق بين كلمة قدر ناتج الضرب أو أوجد ناتج الضرب. طبعا لو قال لي قدر ناتج الضرب يبقى أنا هستعمل التقريب، يبقى لازم أقرب. أما لو قال لي أوجد يبقى أنا هضرب مباشرة، وطبعا ده درس إن شاء الله لاحق هنتعلمه بعدين. يبقى إذا أنا هقرب ال 34 جنبها هنا، وهقرب ال 12 برضه جنبها هنا، وبعدين أجيب ناتج الضرب. طيب الثلاثة قدامها أربعة، الأربعة هتضيف شيء؟ ما تضيف، هتصير برافو عليكم 30. طيب وال 12 الواحد قدامها 2 هتضيف؟ ما تضيف. أنا بضرب 30 في كام الحين؟ في 10. الصفرين دول ينزلوا، و3 في 1 بكام؟ 3. طب ليه انا بنزل اصفار؟ هذكرك بس، احنا اصلا بناخد صفر الى حاد ده شايفينه ينضرب في 30، فصفر ضرب 30 يعطيني صفر، واضرب الواحد في الصفر يعطيني صفر. يبقى اذا الصفرين نزلوا معايا وضربت واحد في 3 بكام؟ ب 3، اصبح الناتج 30. نروح للسؤال الثاني يلا مع بعض كده. 57 لو حبينا نقربها تصير كام؟ اه سامع طالب شاطر كده بيقول لي 60 يا استاذ، برافو عليك، لان الخمسة قدامها سبعة والسبعة تضيف. طب والخمسة وعشرين لو قربناها؟ احسنتم، صارت 30. هنا انا هضرب كام؟ هضرب 60 في 30، هاي الصفرين بينزلوا، وتلاتة في ستة بكام؟ 18، اصبح الناتج 1800. نروح للسؤال الثالث يا شباب، ومعانا 376 ضرب 17. طبعا انت هنا عندك عدد مكون من ثلاث ارقام، يبقى انا هقرب لاكبر منزله اللي هي المئات، اللي هي مين المئات؟ اللي هي الثلاثه. الثلاثه قدامها كام؟ سبعه. السبعه هتزيد ولا ما تزيد؟ برافو عليكم هتزيد، هتصير كام الثلاثه؟ اربعه، والباقي تحول اصفار. اذا العدد ده صار كام؟ 400. طيب وال 17 يا شباب هتصير كام؟ الواحد نفس الكلام قدامه سبعه تضيف عليه، هيصير 20. اذا انا بضرب 400 ضرب كام؟ 20. طبعا صفر في 400 ينزل الصفر، و2 في 0 بصفر، و2 في 0 بصفر، و2 في 4 ب 8، اصبح الناتج 8000. نروح للسؤال الرابع، معانا 525 ضرب 43، برضه هنقدر الناتج يبقى هنقرب. الخمسه دي اللي انت شايفها دي قدامها كام؟ قدامها 2، الاثنين هتضيف؟ لا ما تضيف شيء، صارت 500، برافو عليك. طيب نروح عند العدد الثاني اللي هو عندنا كام؟ 43. 43 الاربعه قدامها كام؟ قدامها 3. طيب الثلاثة هتضيف على الأربعة ولا ما تضيف؟ ما تضيف شيء، يبقى صارت 40. إذا أنا هضرب 500 في كام؟ في 40. صفر في 500 يعطيني صفر، أربعة في صفر بصفر، أربعة في صفر بصفر، وأربعة في خمسة بـ20، أصبح الناتج عندي 20000. وهو ده شباب درس اليوم، درس تقدير نواتج الضرب. أتمنى يكون الدرس سهل وبسيط وفهمناه. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.